وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من المنامة عميد الصحافة الخليجية الأستاذ أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية. مساء الخير أستاذ أحمد. وبداية، أهلاً، مساء الخير. مساء النور. معالي وزير الداخلية كشف في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط أن الدوحة حاولت مراراً التجسس على الأجهزة الأمنية والعسكرية في البحرين. يعني ما الذي يدفع قطر للقيام بمثل تلك الأفعال لمن يفترض أنهم أشقاؤها في المنطقة؟ شوف، فيما يتعلق بقطر وحتى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، يعني دول مجلس التعاون كانت متراخية في إحقاق الجزاء على الإرهابيين هذه. نعم. يعني إحنا في البحرين شعرنا من خارج البحرين أن بدأت البحرين تتعافى عندما بدأ الحزم الحكومي تجاه الإرهابيين. أما فيما يتعلق بقطر، قطر هذه من 20 سنة وهي تعبث بالجبهات المجلس التعاون، لكن أيضا هناك مجاملات وهناك تراخي في مواجهتها من دول المجلس. يعني ما ابتدأت المواجهة إلا في الآونة الأخيرة، إنما في السابق كان هناك نوع من التراخي وكان هناك نوع من المجاملات بين دولة وأخرى، وهذا اللي سبب استمرارية قطر في إيذاء الجبهات الداخلية الخليجية اعتمادا على أيديولوجيتها من أنها ممكن تحكم هذه المناطق كلها، الكويت والسعودية والبحرين ودولة الإمارات ويمكن حتى دول أخرى. يعني هذه البلان مالها، وهذا اللي الإيحاءات اللي القيادة القطرية استمعت إليها من الإخوان المسلمين ومن الماركات الإرهابية اللي خلقتها جماعة الإخوان المسلمين، وحتى مع الأسف ينسجم هذا مع أيديولوجية إسرائيل من أنها لا تريد استقرار لهذا العالم وتريد تشوف مدنها في حروب أهلية وحروب طائفية. نعم. وبما في ذلك إيران، واللي كانت لها مباركة من الإدارة الأمريكية السابقة اللي هي أيام أوباما. نعم. يعني هذا التراخي كان نعم. هو سبب كل هذا. طيب أستاذ أحمد، يعني ما الذي يمنع قطر الآن من مراجعة مواقفها، يعني بعد سيل الأدلة الدامغة ضد على تورطها في الإرهاب والتدخل في شؤون الدول؟ أنا أقول لك، لأن قطر يعني أضخمت الكثير بالأموال في المنطقة وفي دول أوروبية وكذا، فكانت بداية المقاطعة واللي هم يسمونها حصار، كانت تفتكر أنها من خلال هالأموال اللي أنفقتها في فترة سابقة تستطيع أن تفشل هذه المقاطعة. وإحنا لاحظنا تحركها في فرنسا، في أمريكا، في كل دول العالم، لكنها في الآخر وصمت بالإرهاب وأصبحت يعني دولة مع الأسف في نظر العالم، ما أقول لك مع الأسف، دولة مارقة في ودولة ثبت عليها الدعم الإرهابي. الآن بعد هالتورط في مواجهة الدول الأربع ومقاطعتها، يعني تريد أن تحفظ ماء الوجه وأمام شعبها، وتقول إنه والله يعني تبحث عن خشبة انتصار أمام
أمام الشعب القطري اللي افتكر اللي يعني بيضخوا عليه إعلاميا أنهم منتصرين وأنهم العالم ضده وأن أمريكا معاهم وأن فرنسا معاهم وأن وأن وكل هذا كلام يعني ينفيه الاستقواء بتركيا والاستقواء بإيران، هذه الدول أيضا اللي بعضها وبالذات إيران تعتبر دولة مارقة وتعتبر دولة تصنع الإرهاب وتفعله. نعم، المنامة عميد الصحافة الخليجية أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، شكرا جزيلا لك.